وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين حلقتنا مع برنامج اسرار حياه وسر جديد. طبعا مواد كتير جدا اتلغت، ومنهم ممكن ماده الالمانيه، ولكن تعليمها مهم. تعليم اللغات مفيش اهم منه. طبعا عشان نتعلم اللغه نحتاج وقت، نحتاج مجهود، كل ده هنعرفه من الاستاذه سلمى. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. في البدايه كده عاوز اتعرف على حضرتك. انا فراو سامح حسين، جيرمان انستراكتور، خريجه لغات وترجمه قسم الماني. خدت شهاده بي اينس من جوتا انستيتيوت، من معهد جوتا. تمام. وحاليا واشتغلت معيده، وحاليا عندي الاكاديميه بتاعتي. ممتاز جدا. الماني، لما نقول الماني عاوز حفظ، عاوز فهم، حاجات كتير جدا بنقول ان هي ممكن عاوزه حفظ اكتر من فهم. فحضرتك شايفه انهي افضل، الحفظ ولا الفهم؟ الفهم. الفهم افضل. الفهم اكتر. بس احنا بنشوف ان المواد دي بتحتاج ان هي تحفظ الكلمات فيها دي. فيها بالظبط، انا لسه كنت هقول هي فيها فهم اكتر وفيها حفظ. حفظ بقى طبعا الكلمات ومثلا حاجات كده في القواعد وكده. تمام. يعني مش كلها عاوزه حفظ ولا كلها عاوزه فهم. بالزبط. في من ده وفي من ده. بالظبط. بس الاكتر فهم. حضرتك بقالك 10 سنين في المجال او في التدريس. بالظبط. اكيد فهمتي دماغ الطالب، فهمتي ايه الطالب اللي بيستوعب من اول مره، والطالب اللي عاوز تعديله مره واثنين وثلاثه. فعايزين برضو نتكلم عن الطلبه دي، ازاي بيكون التعامل معاها. هو انا اصلا لما بدرس بدرس يعني من تحت صفر، وببدا معهم واحده واحده. ممتاز. وبعيد وازيد كذا مره، بحب قوي اقعد اعيد وازيد كذا مره. بحب ان انا اتابع طبعا دايما مع الطلبه بتوعي. حلو. يعني دايما تلاقيني كده خلصت الحته دي اساله. يعني ممتاز، اللي هو ايه، بعمل لهم تيست على طول. بالظبط كده. مش بستنى خلاص المنهج كله وبعد كده اراجع من اول وجديد. بالظبط. يعني حلو. لازم يطلع من السيشن، لا هو خلاص هو بيرفكت. تمام. طبعا بنشوف ان الماده صعبه شويه. على عقلانيه الطالب، واكيد في مراحل معينه بتبقى صعبه بالنسبه لها قوي. فحضرتك كلمينا عن المراحل اللي حضرتك بتدرسيها برضه. هو انا بدرس كل الاعمار، يعني مبدل كل المستويات. طب ممتاز جدا. بتختلف طبعا مستوى عن مستوى. بتختلف طبعا. يعني في طبعا يعني طلبه بيبقوا عايزين ياخدوا منهج المدرسه فبديه لهم عادي. طبعا في ناس بتبقى عايزه تاخد بقى الكورس الليفل بقى وكده فبديهم. يعني ابتدي كل حاجه. انا بالنسبه لي عشان بحب الالماني، وزي ما حضرتك شفتي انا خبره ما شاء الله عليك. فعشان كده انا بحب ان انا يعني اي حد يقول لي حاجه الماني اقول له تعالى اتفضل، ما عنديش مشكله. ده مكاننا ده بقى. طب احنا معانا شويه فيديوهات كده هنعرضها ونرجع نتكلم عنها مره ثانيه. تمام. فاصل بسيط نعرض الفيديوهات ونشوفها مع بعض ونرجع مره ثانيه. ترينكل يشرب. تمام. طيب هنصرف ترينكل عايش. اول حاجة هعملها ايه؟ هحذف نهاية التصريف. ترينك ترينك ترينك. تمام. تمام. ايش يجي معاها؟ ايه تبدأ ايش؟ ترينكي. دو يجي معاها؟ ستي. ترينكست. ار اس زي بيجي معاها؟ تي. ار انتم بيجي معاها؟ تي. بير زي وزي بيجي معاهم ايه؟ اللي بيرجع في المصدر. تمام. هو ده التصريف بتاعنا، أبسط تصريف اللي هو المنتظم. طيب ناخد النص المنتظم اللي بيبقى فيه شوية كعبلة هنا. هناخد دلوقتي برضو فاء، دي طبعا عارفينه، نجيب له بقى فاء انتوا عارفينها، يعني مش هجيب له حاجة مباركة. هايسن مسمى أو يدعى. تمام. تمام. أول حاجة بنعملها بنلغي نهاية التصريف. ده دي اس طبعا يا جماعة، اس ست أو تشارف اس. تمام. تمام ماشي. أوكي هنعمل إيه الخطوة التانية؟
هنحط النهاية إيش هايسي إيش هايسي سلمى طبعا عارفينها انتوا كلكم تمام؟ طيب دو هعمل زي ما هتقولوا لي دو هايست انا اديتها لك اهو عشان تعرف هي ما هي بتتقري كده انا مش جايبه حاجه من عندي تمام تعالي نبص عليها كده هتتكتب ازاي هو دي اللي انتوا هتقولي عليها هل هي كده صح اكيد حاسين ان اول حاجه است يعني ايه يعني يقول صح بس اللي هو هذا او هذه فيا 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 هنا عشان انا عندي اختها شبهها صح؟ طيب افرق ما بين دول ازاي؟ دلوقتي انا ممكن لما اشوف دي هي دي معناها ايه اصلا؟ معناها من للعاقل يعني ايه من للعاقل؟ يعني من لحاجه فيها عقل يعني انسان اسم علم بقى ولد بنت مش مهم تمام؟ فأنا هنا طيب شايفين الفهم هما اتنين زي بعض وبتلخبط هعمل ايه؟ أول حاجة أنا هعملها هحذف الحرف ده لما حذفت الحرف ده اتبقى ايه؟ ايه صح؟ ايه دي تفكركم بحاجة خدناها في الألماني؟ اه طبعا ضمير شخصي ضمير شخصي انا دايما بعمل كده بمشي واحده واحده تعالي نبص الزد اتس الفي الدبليو في الا الان ان تمام الزد اتس طب الاي بي شي النمسا كي تمام تمام تعالوا كده نمشي اتس البنية حقتنا اجت معنا مصر حتى نقضي كلنا اجازة الصيف انت عارف البلد عندنا والله شوب شوب فعلا انا اسمع ان الحاجات عندكم غالية قوي هناك شوب يعني حر اي روح العبوا بعيد يا بقر الله 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 انت تعرف مصر منين من المسلسلات حقتكم انا حافظ مسلسل طاش ما طاش كله اسمع يا اخ الفلبينيه من امبارح ما طق له نفس في البيت والله وصحينا من النوم ما لقيناها بصراحه الفاكهه بغير يا عمي يمكن راح تشتري حاجه والله ملينا البيت من كل ما نحتاج اول ما وصلنا البيت هلو ايش هايسي يوسف اند قومي اوس ايجيبتن Ich wohne in Kairo. Ich bin 30 Jahre alt. Hallo, ich heiße Sarah. Ich komme aus der Schweiz. Ich bin 20 Jahre alt. Und ich arbeite als Journalistin. Ah, ich bin Student. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين اللغة الألمانية طبعا عشان نتعلمها أنا شايفة صراحة الموضوع مش سهل فهنعرف كل ده من الأستاذة سلمى قولي لنا بقى الموضوع سهل ولا بسيط ولا حاسة صعب بس انت برضه تدريس ففاهمة الدنيا دي كلها طبعا ناس كتير بتقول لك صعب بس هو مش صعب هو بيبقى عايز حد معاه يعرفه يعمل ايه الحاجة دي بتتعمل ازاي الاستثناءات يتابع معاه فدي مهمة جدا في التأسيس يعني الموضوع موضوع متابعة وموضوع مراجعة كل حرف انا بقوله طبعا طبعا حلو يعني جدا الالماني عامل زي العربي ينفع تقري عربي من غير ما تعرفي الحروف بتاعته وتتدربي عليه لا. هو نفس الكلام الالماني تعرفي حروفه وتظبطيها وخلاص انا شايفه كميه صبر لحضرتك وانت بتشرحي طبعا المدرسين معروفين عندهم صبر طول البال فبرضه نتكلم على اخر فيديوهين كانوا معروضين الترجمه وكل ده عملتيه ازاي
جميل جدا. انا بحب ان انا يعني اشوف الحاجات اللي هي المسلسلات، الكوميك، الافلام، الحاجات اللي زي كده. تمام. اترجمها، بحب ان انا بقى احط الترجمه. هو انا ان شاء الله بعد كده هبقى اعمل بقى الحاجات بصوتي، بس انا كنت لسه يعني بعمل كده خطوه اولانيه. تمام. لو هنتكلم بقى على الكتاب اللي معانا الجميل ده اللي مليان كلمات كتير جدا، عايزين نتكلم عنه خطوه خطوه. هو ده الكتاب ده اصلا انا طبعا لقيت طلبه كتير جدا اللي هم بتوع التاسيس المبتدئين، لقيتهم ان هم يعني بصراحه يعني بيشوفوا مصادر كتيره قوي. أكيد. ويحاولوا يجيبوا من هنا ومن هنا ومن هنا. انا لسه مبتدئ فبحاول ان انا اجيب من كل حته او احفظ الجمله بالظبط او اعرف شكلها بالظبط كل ده. كل حاجة بلاقيهم بجد بيحاولوا، فطبعا ده بيشتت الطالب وبيضيعه طبعا. فأنا قعدت مع نفسي كده وقررت ان انا اعمل كتاب. الكتاب ده يبقى للتأسيس ويأهل الواحد ان هو يخش على المستوى اللي بعده على طول. طبعا الكتاب فيه بقى كل حاجة، فيه طبعا الحروف وكل حرف ويعني لوحده وللأمثلة بتاعته. تمام. وبعد كده طبعا بقى في عبارات، لو انت يعني العبارات اليوميه اللي احنا بنتكلم فيها. وطبعا احنا عندنا في حاجه كده اسمها الكلمه بالارتكل بتاعتها باداه التعريف. تمام. فدي برضو انا عملتها وحاطه لها مثال بسيط كده علشان احنا بنحفظ الكلمه في جمله، مش الجمله على طول. طيب الموضوع خد منك وقت قد ايه؟ واكيد وقت كبير. شهور والله. اكيد. طب لو هنتكلم بقى عن لو انا عاوزه اطلب الكتاب اطلبه ازاي؟ عادي بيبعتولي على الواتساب على الرقم اللي انا معروض حاليا معايا، هو الرقم ده. تمام. بيكلموني ويقولوا لي احنا عايزين الكتاب وببعته لهم وهو مطبوع اهو. عشان طب لو هموري بس الكاميرا عشان يعرفوا شكله ويعرفوا يجيبوه ازاي. هل ده موجود في المكاتب ولا بكلموا حضرتك نفسك؟ لا بيكلموني انا عشان هو انا اللي عملته، فانا طبعه والحاجه عندي يعني. تمام. طب احنا معانا مداخله تليفونيه من الاستاذ محمد. الو. الو. استاذ محمد ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم، عامله ايه؟ الحمد لله. عايزين بقى حضرتك تكلمنا عن تعامل حضرتك او تعامل اولاد حضرتك مع استاذ سلمى. والله فراو سلمى بصراحه يعني الناس القليله جدا يعني بصراحه يعني شخصيه لذيذه وودوده جدا. وبصراحه يعني انا عن نفسي يعني كمان خدت كورس معاها، بلس كمان اولادي كمان يعني معايا طفل في الثانوي الصراحه يعني لسه اولى ثانوي يعني. برضو انا حبيت ان هو برضو ياخد يرمن برضو مع فراو وسلمى. هي مش من الاساتذه اللي عندهم سلاسه يعني في الشرح، تهتم بالطالب، عندها طريقتها حلوه لتوصيل المعلومه. بسم الله ما شاء الله يعني، كمان ما بتسيبش كمان يعني الطلبه بتاعتها كمان، لا بتفضل هي تتابع نفسها كمان الطلبه يعني. ممتاز. يعني لو في طالب مثلا مش فاهم حاجه، لا بتكلمه لحد ما المعلومه توصل له وخلاص، وبيت كمان يطبق عليها الليله ما بتسيبه بصراحه يعني. تمام. وما بتفرقش معاها يعني، ما بتفرقش معاها الوقت يعني في موضوع المحاضره بتاعتها بصراحه يعني. ممتاز جدا. طب بشكر حضرتك على المداخله الجميله. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. فكره ان انا يكون عندي صبر مع الطلبه دي حاجة جميلة جدا. دي بقى ميزة من عند ربنا. طبعا. برضو ازاي احبب الطالب في المادة؟ انا اللي اعرفه الطالب لو حب المعلم هيحب المادة. طبعا لازم. فدي وجهة نظري يعني، وجهة نظر حضرتك ده برضو وانا. طبعا. هو أي مادة على فكرة مش لازم الألماني، المفروض المدرس لازم يحبب الطلبة في المادة بتاعته، دي أول حاجة. وخصوصا لما تكون مادة صعبة. يعني انت بتقولي مادة الالماني سهله بالنسبه لك انك تدرستي فيها، احنا بالنسبه لنا ممكن في حاجات صعبه شويه. طبعا طبعا. فلازم احب الشخص واحس ان هو قريب مني عشان اقدر ان انا افهم منه. صح. او اقدر ان انا يكون عندي صبر بمعنى اصح ان انا اقعد للحصه بتاعته. صح. تمام. حضرتك بتدرسي لكل الاعمار؟ اه. وبتدي كمان كورسات للناس الكبار عشان يقدروا ان هم يعلموا اولادهم برضه ويسافروا. في ناس دلوقتي كتير بقت عايزه تسافر، وفي ناس بقت عايزه تشتغل دلوقتي مجالات الالماني كتير، فالناس بقت عايزه تطور من نفسها يعني وعايزه تستثمر نفسها وكده. اكيد. طيب لو هنتكلم بقى في 10 سنين اكيد واجه حضرتك مشاكل كتير جدا في ال 10 سنين دي. اكيد. إيه حضرتك مش المدرسه او المعلمه الاولى اللي تدرس الماني في كتير جدا. فلو هنتكلم عن مميزات بقى المدرس على المدرس بتكون ايه هي؟ هو انا يعني بحس ان يعني الحاجات اللي انا اكتشفتها فيا يعني انا ما كنتش متخيله ان انا هبقى مدرسه في يوم من الايام. اكتشفت ان انا يعني عندي زي ما انت قلتي كده صبر وراحه وطوله بال.
ان انا تلاقيني بقعد اعيد لك الحاجه مليون مره، ما عنديش مشكله خالص، ببقى مبسوطه جدا ان انا بعمل ده. طب حلو جدا. ده طبعا الغلاف بتاع الكتاب. فابتدى معاكي خطوه خطوه، وخد معاكي يعني تقولي اشهر. ما شاء الله، من يعني الشهر ولا شهرين. 8 شهور. 8 شهور عشان تجمعي الكلمات وتجمعي كل حاجه، عشان اظبط. وكمان انا في طلبه بتكلمني يوميا بتقول لي انا دي ناقصني، دي حاجه دي واقعه معايا بتاع، فانا بسالهم برضو يعني، انا دايما بسال الطلبه ايه اللي ناقصكم ونفسكم في ايه بتاع، فعشان اعمل لهم حاجه تبقى متكامله، ان هي تبقى يعني مظبوطه لاي حد، اي حد عايز يتعلم. حتى انا من كام يوم لقيت مدرسه دخلت خدت مني الكتاب وبتقول لي الكتاب هايل، وانا بقيت اديه للطلبه وبتاع، فاتبسطت جدا والله. يعني طبعا حاجه، يعني ده كان هدفي ان انا انشر العلم وان الناس تستفيد واسهل لهم، لان انا عارفه ان في ناس كتيره جدا بتعاني من الالماني. اكيد الالماني ومواد تانية كتير جدا بنعاني منها، فان المدرس يفكر ان هو يساعد الطالب ويساعد الناس ان هي تلاقي حاجه سهله ومبسطة، دي حاجة جميلة. نتكلم برضو عن الصورة اللي بعديها. دي طبعا بعض الكلمات اللي موجودة. دي شايفة بصراحة. دي بعض الكلمات اللي موجودة في الكتاب أو. أيوة دي كان اللي قبل كده، كانت الحروف. الحروف وعليها أمثلة. تمام. ده برضو ده تكوين الجملة، دي القواعد. تمام. دي الجراماتيك. طب حلو قوي، كل جزء عامله له صفحه وكل جزء عامله لا انا عامله كل حاجه يعني مرتبة. انا حاطه الجراماتيك علشان الجرامر، عشان خاطر لو انت عايز برضو تعرف تعمل جمله، عايز تتكلم، عايز تعمل، يعني انا عامله حاجات بسيطه جدا علشان يعني خلاص انت من بعد الكتاب ده انت بتتاسس فعلا، يعني تاسيس من غير مدرسه. اكيد طبعا. لو هنتكلم بقى في فكره ان الماده دي ما بقتش بتضاف على المجموع، اكيد حاجه ضايقت حضرتك. انا اتضايقت، بس قلت اكيد ربنا ليه حكمه. اكيد طبعا. بس حضرتك ما زلت بتسعي، ما زلت بتقدمي المعلومه الصح، حتى لو مش بتضاف على المجموع، زي ما قلت لحضرتك ان في ناس بتحب تسافر فيما بعد، فلازم تستفيد. صح تمام. هنتكلم برضو عن فكره تواصل اولياء الامور مع حضرتك بيتم ازاي. بيكلموني عادي على الواتساب او على التليفون، لان يعني في اولياء امور يقول لك طب انا مش عارف ابني وصل لمرحله ايه، او مستواه وصل لايه. كل انا بتابع معاهم دايما، اقول لهم ابنك حل النهارده، ابنك عمل، يعني دايما تلاقيني كده بتابع معاهم، لان دي حاجه مهمه جدا ان هم لازم يبقوا عارفين هم واصلين لفين، هم بيذاكروا ولا لا، هم بيحضروا ولا لا الحاجات دي. لان في اولاد بياخدوا المصروف تروح تلعب. الحمد لله ما عنديش، هم بيحبوا الماده. طب معانا مداخله تليفونيه. الو الو، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بيكي. خليني بقى اتكلم عن تعامل اولاد حضرتك، بلاش اتكلم مع حضرتك يعني، عن تعامل اولاد حضرتك واستفادت اولاد حضرتك من الاستاذه سلمى. لا هم استفادوا جدا من الاستاذه سلمى، يعني عملت شغل جامد جدا معاهم، وخلتهم يعني في الالماني بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني على قد ما هي كانت لغه تانية لكن كان ليها تاثير كبير، وحببتهم في اللغه كمان، حببتهم في اللغه جدا وخلتهم مبسوطين جدا من الحكايه دي. ممتاز جدا، ممتاز. لكن لان هم يعني انت عارفه اللغه الالماني صعبه شويه، فبالنسبه للمدارس ما بتبقاش يعني اللي هي، لكن عن طريق بقى فراو سلمى تغيرت هتغيرت الحياه خالص مع الاولاد يعني. تمام. لا هي معاكي، احنا بشكرها على هواها. وانا بشكر حضرتك كتير. لا لا والله مهما قلنا مش هنديكي حقك فراو سلمى. طبعا بشكر حضرتك على المداخله الجميله دي، شكرا لحضرتك. فكره اولياء الامور انهم ينبسطوا من المدرس نفسه، دي حاجه مريحه جدا. الحمد لله. يعني انا دفعت مبلغ والحمد لله اولادي بالتكلفه دي او بالمبلغ اللي انا دفعته جاب نتيجه. الحمد لله. فدي بتبقى حاجه ممتازه جدا. فكره برضو ان الطالب يستفيد. حضرتك ازاي بتقدري تحببي الطالب فيكي او في الماده؟ طبعا اول حاجه انا بتعامل معاهم ان هم اخواتي الصغيرين وانا اختهم. طبعا. وطبعا بديهم بقى الامان، وان احنا بنتصاحب عادي، ولما بيعوزوا اي حاجه بيلاقوني، وطبعا بقعد اكلمهم الاول عن الالماني ومميزات الالماني، وان هو ايه اللي هيفيدكم، ما تاخدوش مجرد ماده عاديه ان هي ما اتضافتش للمجموع يبقى كده الموضوع انتهى والكلام ده كله. بالظبط، بكلمهم بقى على المجالات وعن انت لما تسافر دي حاجه كويسه وكده. اكيد طبعا. طيب برضو فكره التواصل، لو هنتكلم ان حد عاوز ان هو يتواصل من خلال حضرتك، ولكن من خلال اللي يعني تواصل بالتليفون، يتم ازاي؟ عايز اونلاين بيتصلوا بيا.
طب الدرس بيتم ازاي اونلاين برضو لان الموضوع اه حضرتك بتتكلمي ايه انا بعد اه لا انا بعدي بديهم ممكن زوم او ممكن مثلا اللي هو جوجل ميت بس زوم اكتر لان زوم انت بتسجلي السيشن فدي بتبقى حاجه كويسه جدا للطلبه أكيد. خاصه لو هو ما بيحضرش او هو بيراجع بالظبط لان انا يقدر ان هو لو كلمه فاتته يقدر ان هو يراجعها مره ثانيه تمام طب نصيحه بقى للطلبه دي اهم حاجه نصيحة للطلبة ان هم يعني لازم يعني يهدوا كده على نفسهم لان انا والله بلاقي دايما طلبة بتكلمني تقول لي انا قعدت شهرين عم موت نفسي عشان اذاكر مش عارف ايه طبعا بيقول لي انا فقدت الشغف طب ما طبيعي تفقد الشغف انت مش واخد راحتك انت مش عامل بلان انت مش مظبط وقتك علشان خاطر تعرف يعني تعرف تكمل انت جاي على نفسك قوي فانا دي اهم حاجه بالنسبه لي ان انتوا تهدوا على نفسكم شويه ادي يعني نفسكم فرصه براحه بالظبط مفيش حاجه بتيجي من البدايه بالظبط هتاخد شهر واثنين وثلاثه عشان تقدر تتعلم بالظبط والاستعجال حاجه مش كويسه جدا أكيد. لان انت لما بتستعجل ما بترجع تاني لنقطه الصفر تمام وطبعا لازم يعني في التأسيس لازم يبقى معاهم حد متخصص متمكن عشان يعرف يمكنهم ممتاز جدا لو كلمة شكر هموجهها لي أولا أنا عايزة أشكر حضرتك وعايزة أشكر البرنامج وعايزة أشكر القناة وطبعا عايزة يعني أشكر والدتي وإخواتي وكل الناس اللي طبعا تعبها معاكي هي من ورانا طبعا ربنا يخليكي وعايزه اشكر طبعا الناس كلها في ناس كتيره بصراحه في كل حته بتدعمني وبيكلموني وبيشجعوني وبيدعولي فانا عايزه اشكرهم جميعا طبعا حضرتك 10 سنين 10 سنين من الخبره والابداع والتعب والشقه زي ما بيقولوا ان شاء الله توصلي لحاجه انت عاوزاها يا رب فحلمك ايه توصلي له كمان كام سنه كده نفسك تعملي ايه نفسي اعمل ايه هو انا يعني بصراحه نفسي بقى ان انا اسافر واعيش في المانيا طبعا انا بدرس المانيا فلازم اسافر اعيش في المانيا تمام طبعا انت شرفتيني ربنا يخليكي ومزيد من النجاح لحضرتك يا رب ان شاء وأنا الله وانا بشكرك على الكتاب الجميل ده وان شاء الله هيبقى لي نسخه منه اتفضلي اتفضلي والله شرفتيني ونورتيني ربنا يخليكي يا رب تسلمي وبكده وصلنا لنهايه فقرتنا والالماني ماده مهمه جدا زيها زي الانجليزي زي الفرنساوي كلهم مواد مهمه جدا جدا فاصل بسيط نرجع لكم مره ثانيه ما تروحوش لبعيد